السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. إيه، هنبدأ طبعا نجهز تجهيزات رمضان. إيه، كل عام وانتم بخير. إيه طبعا هنعمل عصاير إيه بشكل موفرة حلوة، تقدري تخزنيها في الديب فريزر، ما تاخدش منك مكان إيه ولا مساحة في التلاجة عندك. يعني اي عصير هتعمليه نفس اللي انا هعمله دلوقتي. يعني انا مثلا هعمل العرقسوس، انا بحب العرقسوس، هبدأ بيه. طبعا ممكن تجيبيه سايب من عند العطار، دي دواكي من اي مول، من اي هايبر كبير بيبيعها وبيبيع فيها الكوباية دي. هي الكوباية بس دي ميزتها ان بتعبيها كده وبتحطيها جوه اي حاجه عندك، اي بوله، اي حاجه هتنقعي فيها. تمام، يعني هي بتنزل نسبه الرايش ده اللي هو بيبقى في العرقسوس، بس مش كتير. هي دي بس، يعني هي دي الميزه بتاعتها. فبتتحط كده وبتنزل العرقسوس بتاعها في الميه، بتسيبيه يوم كامل او بتسيبيه من 8 ساعات ل 12 ساعه لغايه ما ينقع كل الكلام ده. وحلو قوي لو نزل عندك اي رايش في الميه، بتصفيه في مصفى سلكي كده، مش بتصفيه طبعا في شاشه ولا حاجه. وبعد كده هنحطه في القوالب يجمد، بنشيله بقى في كيسه، بنشيله في علبه، بنشيله في اي حاجه، ما بياخدش عندك مكان. بتطلعي بتحطي في التلج اللي انت عاملاه العصير في الكوبايه الشوب، وبتحطي عليها ميه، بيبقى حلو قوي. وحاجات جاهزه بدل ما تعملي ازايز وتملي التلاجه على الفاضي واولادك يقلبوا ويبوظوا لك التلاجه. لا، جربي العصير، اعمليه في قوالب تلج وخزنيه في كيسه او في علبه او اي حاجه انت هتشيليها في ايه، وشيليه في الديب فريزر. يبقى العصاير عندك كلها جاهزه بالشكل ده، وبتطلعي في الكوبايه وبتحطي الميه زي ما قلت لك، بيبقى حلو قوي. يتنقع العرقسوس، وهوريكي خطوة بخطوة هعمله ازاي، بيبقى حلو قوي. وحاجة اقتصادية وحاجة موفرة عندك في تلاجتك، في مساحة تلاجتك، في اي حاجة بتعمليها. وطبعا يا بنات انتوا بتعملوا الحاجة مركزة. مركزة ليه؟ عشان انت بتاخدي من المكعبات اتنين تلاتة بتحطي في الكوباية عندك او في الشوب، وبتحطي عليها مية، فما تخففيش العصير عندك. ده ميزه القوالب التلج، ان انت بتركزي العصير عندك وبتزوديه ميه وانت بتحطيه في الكوبايه عندك. وصفه حلوه وسهله وموفره عندك في التلاجة. يخلص ونشوفه. طبعا انا بقى ايه، خلاص العرق صوص اتنقع يا بنات، اهو هصفي دي كده وهصفيه في مصفى سلك، مش هصفيه في شاشه ولا حاجه. ما بيتحطش عليه كربونات ولا حاجة، هو كده بيبقى جاهز على طول. اهو ده الرايش اللي طلع في الاخر من العرقسوس، اهو ده بيبقى شكله حلو قوي. وزي ما قلتلك تفضيه في قوالب عندك وتحطيه في الديب فريزر يجمد، وتاخديه بقى تعبيه في كيسة وتشيليه برضو، يبقى جاهز عندك. ونشوفه بعد ما يجمد، هنعبيه كده في كوباية ونحط عليه ايه، مية. نعبي بس كل القوالب كده عندنا اهو. طبعا اكيد احنا كلنا ما عندناش قوالب كفاية، بس يجمد ونعبيه في كيسة وبعد كده نعبي تاني ويجمد. دي هتوفر معاكي ان انت ايه، ما تحطيش ازايز كتير في التلاجة. بس كده هنحطه يجمد، وده بيبقى شكله اهو. صفى كل اللون اللي فيه، حلو قوي. فكرة ان العصير ده اللي في العلبة بيبقى مع الكوباية، فكرتها حلوة قوي، بتريحك بدل ما بتفضلي تحطي شاشة وتعصري. لا، حلو قوي. العصير ده يا بنات زي ما قلت لكم بيتباع في هايبر او فتح الله او عند كارفور. انا حطيت العرقسوس يا بنات اهو، جمد. هنفضيه
زي ما قلت لك فكره ان انت تجمدي العصير وتقليه تركزيه عشان لما تشيليه في كيس تلاجه ولا تشيليه في علبه، انت هتشيليه في ايه انت وراحتك، بس احسن حاجه تشيليه في اكياس تلاجه يبقى احسن، ما بياخدش برده مكان عندك، او علبه كده زي علب الاكلير دي بس تكون علبه كبيره تحطي فيها عندك مجمدات العصير عشان تستخدمي منها على طول، بدل ما تعملي ازايز وتحطيها وتاخدي مسافه وتاخدي مساحه، لا فكره ان انت تركزي العصير عندك اهو. طبعا بتحطي التلج كده في الكاس او في الكوبايه وبتحطي الميه، يعني بتركزيه شويه بيبقى حلو قوي، ما بياخدش عندك مكان ولا بياخد عندك مساحه ولا حاجه، بتبقى فكره حلوه قوي لكل العصاير بتاعتك. تعتمدي الوصفه دي كده بتبقى حلوه لكل العصاير بتاعت وصفه رمضان، اي حاجه هتعمليها كركديه خروب صوبيا، الصوبيا كمان حلوه بس ملهاش روح، ما بتقعدش في الثلاجه، فلو انت عملتيها قوالب تلج وشلتيها وحطيتيها واستخدمتيها بنفس الاستخدام هتلاقي نفسك اخر راحه ومش هتتعبي، ولا عصيرك يبوظ في الثلاجه ولا يتقلب ولا تبهدلي الدنيا ولا تاخدي مكان ولا مسافه ولا مساحه ولا اي حاجه. هتحبي الطريقه دي قوي، وان شاء الله نعمل كده حاجات كتير مع بعض في شهر كريم، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في حاجه تانية، والسلام عليكم.